بسم الله الرحمن الرحيم. بنكمل مع بعض الجزء الرابع من المحاضرة الثانية اللي هنكمل بيها موضوع ترانسبورت ثرو ذا سيل ميمبرين. وقلنا ان انواع الترانسبورت ثرو ذا سيل ميمبرين عندنا باسيف ترانسبورت واكتيف ترانسبورت. خدنا في المحاضرة الاولى الباسيف ترانسبورت السيمبل ديفيوجن والفاسيليتيتد ديفيوجن. خدنا في الجزء الثاني من المحاضرة الأوزموزيس، وده نوع من أنواع الباسيف ترانسبورت. والجزء الثالث اتكلمنا عن الأكتيف ترانسبورت بنوعيه برايمري أند سكندري أكتيف ترانسبورت. وفي الجزء الرابع بإذن الله هنتناول سبيشال تايبس أوف ترانسبورت، أنواع أخرى مختلفة عن الترانسبورت. الدوننز إفكت ده موضوع هنشرحه في محاضرة مختصرة في نهاية المديول، هيتشرح في حوالي 20 لـ30 دقيقة إن شاء الله. هنشرحه في نهاية المديول، مش هنشرحه دلوقتي، وهيكون شرحه في نهاية المديول. هذا البارت هو الأخير في المحاضرة الثانية في موضوع ترانسبورت ثرو ذا سيل ميمبرين. هنشرح إيه في هذه المحاضرة؟ هنتكلم عن السبيشال تايبس أوف ترانسبورت، هنتكلم عن حاجة اسمها فيزيكولار ترانسبورت، موضوع اسمه إندوسيتوزيس وإكزوسيتوزيس، والترانسسيتوزيس يعني النقل عبر الخليه، والفلتريشن. دي الانواع المختلفه اللي هي فيزيكولار ترانسبورت وترانسسيتوزيس والفلتريشن. الفيزيكولار ترانسبورت النقل عبر فيزيكال يعني حويصله، بتتم عبر عمليه الاندوسيتوزيس وعمليه الاكزوسيتوزيس. اندوسيتوزيس يعني حاجه بتدخل جوه الخليه، اكزوسيتوزيس يعني فيزيكال بتخرج بره الخليه، زي ما هنشرح بالتفصيل بعد شويه يا شباب. سبيشال تايبس اوف ترانسبورت اللي هي الفيزيكولار ترانسبورت، اندوسيتوزيس واكزوسيتوزيس. والترانسسيتوزيس ده النقل عبر الخليه، دي حاجه بتدخل من سيل ميمبرين بتاع الخليه وبتطلع من السيل ميمبرين بتاع الخليه في الجانب المقابل، وهنقولها ان شاء الله في الشرح بتاعنا. وهنتكلم عن الفلتريشن وازاي بيتم، دي نوع من انواع الترانسبورت. اول حاجه بناخدها في السبيشال تايبس اوف ترانسبورت هو الفيزيكولار ترانسبورت. الفيزيكولار ترانسبورت كديفينيشن عباره عن موفمنت اوف لارج مولكيولز اور بارتيكلز، يعني المولكيولز الكبيره والبارتيكلز اللي ما قدرتش تعدي لا بالباسيف ديفيوجن، الباسيف ترانسبورت السيمبل ديفيوجن او الفاسيليتيتد ديفيوجن، وما قدرتش ايضا تعدي بانواع الاكتيف ترانسبورت اللي احنا قلناها، هتعدي بالفيزيكولار ترانسبورت. موفمنت اوف لارج مولكيولز اور بارتيكلز، هذه المولكيولز الكبيره في الحجم بتمر جوه الخليه عن طريق انكلوزد انسايد ذا سيل ميمبرين، موجوده جوه حاجه اسمها فيزيكال يعني حويصله، يعني بتدخل جوه الخلية حاجة جوه حويصلة معينة تدخل جوه نسميها الفيزيكال. الفيزيكولار ترانسبورت يا شباب دي نوع من أنواع الأكتيف ترانسبورت، يعني بيحتاج طاقة. الفيزيكولار ترانسبورت دي نوع من أنواع الأكتيف ترانسبورت، وهو أكتيف بروسيس بتحتاج طاقة. أنواع الفيزيكولار ترانسبورت معتمدة على نوع السبستانس، المادة اللي بينقلها الفيزيكولار ترانسبورت. ممكن تكون اندوسيتوزيس يعني حاجة بتنتقل من برا الخلية لجواها، أو اكزوسيتوزيس يعني حاجة بتنتقل من جوا الخلية لبراها. نتكلم عن الاندوسيتوزيس، ودي عبارة كديفينيشن. اندوسيتوزيس دي نوع من أنواع الفيزيكولار ترانسبورت اللي هو عبارة عن movement from outside the cell to inside the cell، يعني حركة البارتيكلز المعينة اللي هي كبيرة في الحجم التي عجزت أن تنتقل بأنواع الترانسبورت الأولى اللي احنا قلناها، سواء كان باسيف ترانسبورت أو أكتيف ترانسبورت، انتقلت بالفيزيكولار ترانسبورت اللي هو نوع من أنواع الأكتيف ترانسبورت. والإندوسيتوزيس دي نوع من أنواع الفيزيكولار ترانسبورت، عبارة عن movement from outside the cell to inside the cell. أنواع الإندوسيتوزيس، إندوسيتوزيس يعني حاجة تنتقل جوا الخلية، والخلية إما هي إنها تاكل أو تشرب، يا تاكل حاجة سيل إيتينج أو سيل درينكينج. عملية السيل إيتينج الأكل، إن الخلية تلتهم حاجة معينة اسمها فاجوسيتوزيس، ودي مش موجودة في كل خلايا الجسم، وباسمها الفاجوسيتوزيس دي عملية بتتم في خلايا الجهاز المناعة.
والبينوسيتوزيس دي سيل درينكينج، ودي لها كاركتر معينة تختلف عن الفاجوسيتوزيس. هناخدها في جدول يا شباب. نتكلم عن الفاجوسيتوزيس عشان ما انتهش يا شباب، احنا بنتكلم عن سبيشال تايبس اوف ترانسبورت ثرو ذا سيل ميمبرين. بنتكلم عن نوع اسمه فيزيكولار ترانسبورت اللي قسمناه الى الفيزيكولار ترانسبورت، عندنا حاجة اسمها اندوسيتوزيس وحاجة اسمها اكزوسيتوزيس. والاندوسيتوزيس يعني الحاجة تدخل جوه الخلية، ممكن تكون يا اما فاجوسيتوزيس تمام يا اما بينوسيتوزيس. الاندوسيتوزيس ينقسم الى فاجوسيتوزيس يا بينوسيتوزيس. فاجوسيتوزيس يعني الخلية بتلتهم حاجة، بتاكل حاجة، سيل ايتينج. اما البينوسيتوزيس سيل درينكينج، الخلية كأنها بتشرب حاجة. فهناخد بقى العوامل الفرق ما بين الفاجوسيتوزيس والبينوسيتوزيس. الفاجوسيتوزيس ككاركترز دي عملية سيل ايتينج، يعني الخلية بتلتهم حاجة، بالحاجة اللي بتلتهمها بتكون لارج بارتيكلز، بارتيكلز كبيرة زي بكتيريا تمام. السبستانس اللي بتلتهمها نوت ان سوليوشن، مش موجودة في سائل معين، بنشوفها بالمايكروسكوب، ودي مش موجودة في كل خلايا الجسم، موجودة فقط في الفاجوسيتيك سيلز، ودي نوع من أنواع خلايا جهاز المناعة الوايت بلاد سيلز، كرات الدم البيضاء. يبقى الفاجوسيتوزيس دي عملية سيل ايتينج بتعتمد على انها بتلتهم لارج بارتيكلز زي البكتيريا. السبستانس الحاجة اللي بتلتهمها دي مش موجودة في سوليوشن، مش في سائل، بتشاف بالميكروسكوب، ومش موجودة في كل خلايا الجسم، موجودة اونلي فقط في الفاجوسيتيك سيلز، الخلايا الجهاز المناعة. اما عملية البينوسيتوزيس اللي هي نوع من انواع الاندوسيتوزيس اللي هي نوع من انواع الفيزيكولار ترانسبورت، دي عبارة عن سيل درينكينج، الخلية بتشرب حاجة. البارتيكلز لارج بارتيكلز، الاكزامبل عندنا بروتينز لارج بارتيكلز، طبعا الاثنين لارج بارتيكلز، دي نوع الفيزيكولار ترانسبورت بيعتمد انه بينقل حاجات تكون كبيرة، لارج بارتيكلز. السبستانس وهي بتتنقل بتكون في سوليوشن، سوليوشن عشان كده سميناها سيل درينكينج، ما بتشافش بالمايكروسكوب، وموجودة عملية البينوسيتوزيس في كل خلايا الجسم. اما الفاجوسيتوزيس موجودة فقط في الفاجوسيتيك سيلز اللي هي نوع من انواع خلايا الجهاز المناعي. دي صورة بتوضح لك عملية الفاجوسيتوزيس، بتلتئم بكتيريا معينة بتدخل جوه الخلية في صورة فيزيكل، دي شكل الفيزيكل يا شباب تمام، حاجة معينة. دي حاجة تانية بتبين لك عملية الفاجوسيتوزيس، حاجة تدخل جوه الخلية وتدخل لارج بارتيكلز وتدخل فيزيكل جوه، تصل للمكان اللي هي عايزة تصل ليه. دي مقارنة ما بين الفاجوسيتوزيس والإندوسيتوزيس. الفاجوسيتوزيس موجودة فقط في الفاجوسيتيك سيلز، والإندوسيتوزيس موجودة في كل الخلايا. يبقى دي مقارنة ما بين النوعين الخاصين بالإندوسيتوزيس. الإندوسيتوزيس نوعين، فاجوسيتوزيس ودي بينوسيتوزيس. دي نعدلها يا شباب لحظة، بينوسيتوزيس، فاجوسيتوزيس وبينوسيتوزيس تمام يا شباب. يبقى دي بنقارن ما بين نوعين الاندوسيتوزيس اللي هي الفاجوسيتوزيس والبينوسيتوزيس. الفاجوسيتوزيس اللي هي السيل ايتينج، والبينوسيتوزيس سيل درينكينج. الفاجوسيتوزيس والبينوسيتوزيس لارج بارتيكلز، الاكزامبل في الفاجوسيتوزيس بكتيريا لانها فاجوسيتيك سيلز، خلايا جهاز مناعه. اما الاندوسيتوزيس لارج بارتيكلز عباره عن بروتينز. الفاجوسيتوزيس السبستانس نوت ان سوليوشن، اما البينوسيتوزيس سبستانس بريزنت ان سوليوشن. الفاجوسيتوزيس سين باي مايكروسكوب، اما البينوسيتوزيس سين باي نوت سين باي مايكروسكوب. ممكن اسالك سؤال وقول لي قارن ما بين الفاجوسيتوزيس والبينوسيتوزيس، او منشن ذا تايبس اوف اندوسيتوزيس، انواع الاندوسيتوزيس وقارن ما بينهم. الاندوسيتوزيس نوعين، يا اما بينوسيتوزيس يا اما فاجوسيتوزيس. البينوسيتوزيس اللي هي السيل درينكينج،
it is the only mean by which some very large water-soluble macromolecules, such as proteins, can enter the cell as small invagination vesicles containing extracellular fluid. دي عبارة عن فيزيكل بتدخل وها solution تعتمد بنقل حاجات تكون large molecules. أما الفاجوسيتوزيس اللي هي cell eating involve large particular matters زي البكتيريا بتنقل بكتيريا ومنها أنواع طبقا يبقى كده احنا قسمنا أنواع الإندوسيتوزيس بينوفيتوسيتوزيس طبقا للسبستانس اللي هي بتنقلها. دي رسمة أخرى بتبين لك عملية البينوسيتوزيس أو الفاجوسيتوزيس. بينوسيتوزيس في فلويد تمام. الإكزوسيتوزيس بقى اللي هي عكس الإندوسيتوزيس. إكزوسيتوزيس دي عبارة عن movement of large macro molecules from inside the cell to outside the cells. إن في molecules بتعدي من جوه الخلية لبراها عشان كده substances المواد are extruded يعني بتطلع from the cell without passing through the cell membrane. بتطلع عبر السيل ميمبرين بانها بتعمل انفاجينيشن وتعمل فيزيكل وتطلع بره محاطه بفيزيكلز. طيب يا شباب واحد يقول لي الاندوسيتوزيس الحاجه بتدخل جوه الخليه تمام في فيزيكل والفيزيكل مكون جزء من السيل ميمبرين زي ما احنا شفنا كده يا شباب ده سيل ميمبرين بيحصل له انفاجينيشن ويكون فيزيكل ويدخل جوه الخليه يبقى السيل ميمبرين يصغر ولا يكبر بهذا الشكل في حالة الاندوسيتوزيس السيل ميمبرين اتخذ منه جزء فهيصغر اما الاكزوسيتوزيس جزء من السيل ميمبرين ده بيدخل كده ويعمل فيزيكل ويعكس الموضوع ده نعكسها تبدأ بكده فيزيكل تتحد بالسيل ميمبرين بعد كده يبقى السيل ميمبرين في الاكزوسيتوزيس هيكبر ولا يصغر هيكبر يبقى السيل ميمبرين هيقل في الاندوسيتوزيس وهيكبر في الاكزوسيتوزيس وعشان يبقى السيل ميمبرين ثابت لازم يكون في بالانس بين اكزوسيتوزيس واندوسيتوزيس so that the surface area of the cell membrane neither decreased or become redundant يعني لو كان بس احنا عندنا عملية واحدة اسمها اندوسيتوزيس كان السيل ميمبرين هيصغر تمام هيقل ولو كان عندنا عملية واحدة اسمها اكزوسيتوزيس السيل ميمبرين كان هيكبر لان الفيزيكل وهي خارجة بتسيب الجدار بتاعها على السيل ميمبرين وهي داخلة بتاخد الجدار وتدخل جوه الخلية ولكن هناك بالانس ما بين الاندوسيتوزيس والاكزوسيتوزيس بما يسمح ان السيل ميمبرين يظل ثابت لا هيزيد لا هيكبر ولا هيصغر. تقسيمة أخرى أنواع الإندوسيتوزيس والإكزوسيتوزيس طبقا للأبتيك ميكانيزم طريقة الأبتيك عندنا حاجة اسمها كونستيتيوتيف إندوسيتوزيس اللي هي العادية من غير ما يكون هناك ريسبتورز وفي أنواع من إحنا بيحصل إندوسيتوزيس معتمدة على ريسبتور اسمها ريسبتيف ميديتد إندوسيتوزيس وجود هذا الريسبتور بيخلي عملية الإندوسيتوزيس او حتى ان كانت عمليه الاكزوسيتوزيس تكون مور سبيسيفيك يعني خاصه معينه لان ريسبتورز معينه هي لماده معينه يعني ماده معينه لها ريسبتور معين فعشان كده هتدخل جوه الخليه او هتخرج منها فبتكون العمليه دي مور سبيسيفيك ومور رابيد وبيحصل ريسايكلينج ليها تمام دي اسمها ريسبتيف ميديتد اندوسيتوزيس يعني هي عمليه اندوسيتوزيس ولكن عمليه اندوسيتوزيس منظمة بوجود ريسبتورز موجودة على السيل ميمبرين تسمح بان انا اعمل اندوسيتوزيس للمادة الفلانية مما يؤدي الى ان مش اي مادة يحصل لها اندوسيتوزيس فالموضوع هيكون سبيسيفيك وعشان وجود الريسبتورز بيخلي الموضوع سريع مور رابت تمام يا شباب ده شكل البينوسيتوزيس ان فيزيكل بتتكون وفي سوليوشن موجود وبعد كده تنفصل الفيزيكل جوه الخلية ده شكل الريسبتيف ميديتد اندوسيتوزيس ان في ريسبتورز موجوده بره هي بتستقبل هذه المواد وبتسهل عمليه النقل الاندوسيتوزيس عن طريق ان العمليه بتبقى مور سبيسيفيك ومور رابت دي نوع من انواع الريسبتور اللي بتعمل ريسبتيف ميديتد اندوسيتوزيس عملية الإكزوسيتوزيس إن البروتينز بتتحرك في الإندوبلازميك ريتيكولم وجولجي أباريتس عن طريق فيزيكلز اللي اسمها سكريتوري جرانيولز اسمها فيزيكلز اللي بتعمل فيوجن للسيل ميمبرين وبعد كده يحصل إكزوسيتوزيس
وهي عملية الاندوسيتوزيس والاكزوسيتوزيس بتحتاج طاقة، تحتاج اي تي بيز، عشان كده قلناها دي نوع من انواع الاكتيف ترانسبورت. الممبرين بتاع الخلية السيل ممبرين ريمينز كونستانت، بيظل ثابت لان في بالانس بين عمليتين الاندوسيتوزيس والاكزوسيتوزيس. دي اول نوع من انواع اللي هو الفيزيكولار ترانسبورت، اللي اتكلمنا عن الاندوسيتوزيس والاكزوسيتوزيس، واتكلمت ان الاندوسيتوزيس فيه نوعين، بينوسيتوزيس سيل درينكينج وفاجوسيتوزيس سيل ايتينج. واتكلمت ان عمليه الاندوسيتوزيس والاكزوسيتوزيس في بالانس ما بينهم، عشان كده السيل ميمبرين بيظل كونستانت. في نوع اخر من انواع الترانسبورت اسمه ترانسسيتوزيس، وده عباره عن ترانسبورت ميكانيزم in which the extracellular molecules enters through one side of the cell and migrate across the cytoplasm to the cell and exits through the other side. يعني في مادة بتعدي الطريق، تعدي من السيل ميمبرين بتاع الخلية في الاتجاه وتخرج من الاتجاه الآخر، دي بنسميها ترانسسيتوزيس. يعني في مادة تعدي تكون فيزيكال باندوسيتوزيس، تدخل وتخرج بالاكزوسيتوزيس في الاتجاه الآخر، عملية دخولها وخروجها من نفس الخلية من اتجاه وخروجها من اتجاه آخر بنسميها ترانسسيتوزيس. كانت ممكن المادة تعدي من هنا ما بين الخلايا، ممكن تعدي من جوه الخلية عبر غشاء الخلية، تعدي عبر سيل ميمبرين وتخرج من السيل ميمبرين في الاتجاه الثاني، دي العملية دي بنسميها ترانسسيتوزيس. في عملية مهمة جدا اسمها فلتريشن، وهي دي هناخدها بالتفصيل طبعا لما ناخد الكدني، ودي عبارة عن movement of water and solutes from area of higher hydrostatic pressure to area of lower hydrostatic pressure. الضغط بيدفع المية في الكدني مثلا، يحصل لها فلتريشن في الكابيلاريز وفي الكدني. في الكابيلاريز مما يسمح الى وصول الاكسجين والنيوترينت للتيشو بعملية الفلتريشن، وفي الكدني بما يسمح لعملية الري ابزوربشن في الكدني والسكريشن في الكدني بالفلتريشن عن طريق عملية الفلتريشن. وتعتمد عملية الفلتريشن على الضغوط الموجودة للمادة. فعندنا ضغط اسمه هيدروستاتيك بريشر، وده ضغط دافع، وضغط اسمه اوزموتيك بريشر، وده ضغط جاذب. ومحصلة الضغط الدافع والجاذب طبعا الكلام ده هناخده بالتفصيل لما نتكلم عن الكدني، ولما نتكلم عن البلاد بعد كده هناخد الكلام ده بالتفصيل. ولكن حركة المية تعتمد على فروق الضغوط، يعني في ضغط يدفع المية في هذا الاتجاه وضغط بيدفع في هذا الاتجاه. ضغط اسمه هيدروستاتيك بريشر بيساعد عملية الفلتريشن، تمام، وضغط آخر اسمه أوزموتيك بريشر موجود بيساعد بيضاد عملية الفلتريشن. مجموع هذه الضغوط بينتج عنها يا إما يحصل لي فلتريشن يا إما يحصل لي أبزوربشن. يا إما يحصل لي فلتريشن يعني أفلتر المية وأنزلها بفرق الضغط، تمام، اللي اسمه هيدروستاتيك بريشر، الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر. الدم في ضغط الدم مثلا 120 80 بيكون 120 في الارتري في الاورطه، وبيصل للكابيلاريز بيبقى حوالي 35. هذا الضغط هو اللي بيسمح بعمليه الفلتريشن، وال 35 مش كلهم هم اللي يعملوا فلتريشن، لان في 25 اوزموتيك بريشر بيسحبوا الميه، في النت ريزلت هيبقى عندنا 10 هيحصل فلتريشن. طبعا تفصيل الكلام ده هناخده بعد كده بالتفصيل. في نهاية محاضرات الخاصة بالترانسبورت، محاضرة الترانسبورت ثرو ذا سيل ميمبرين، حابين في هذا الجدول نلخص لكم ازاي المولكيولز بتعدي السيل ميمبرين. المولكيولز بتعدي السيل ميمبرين يا اما بالديفيوجن يا اما بالاوزموزيس، والاوزموزيس ما هو الا نوع من انواع الديفيوجن الخاص بالمية، يا اما بالفاسيليتيت الديفيوجن، وده نوع من انواع الديفيوجن اللي بيحتاج كارير بروتين، يا اما بالاكتيف ترانسبورت. يبقى الترانسبورت اوف مولكيولز بتاع ديفيوجن، المين تايبس اوف ترانسبورت اوف مولكيول، ديفيوجن، اوزموزيس، فاسيليتيتد ديفيوجن، اكتيف ترانسبورت. في هل الموضوع ده بيكون اكتيف ولا باسيف؟ الديفيوجن والاوزموزيس والفاسيليتيتد ديفيوجن، اي نوع من انواع الديفيوجن بيكون باسيف بروسيس، اما الاكتيف ترانسبورت بيكون اكتيف ترانسبورت بيكون اكتيف. اما المولكيولز اللي بتعدي في خاصيه الديفيوجن، سيمبل ديفيوجن، بيكون سمول وبتعدي عبر ليبيد بايلير، عشان كده بتكون هيدروفوبيك. اما الميه اللي هي بتعدي بالاوزموزيس بتعدي عبر البروتين تشانلز،
والفاسيليتيتد ديفيوجن الموليكيولز اللي بتعدي، اي موليكيولز حجمها كبير ولكن لازم نشترط انها ما تحتاجش طاقه وفي نفس الوقت بتكون with concentration gradient. اما الاكتيف ترانسبورت اي ماده تحتاج فيها طاقه وتكون against concentration gradient. تمام. الديفيوجن الدايركشن بيكون with concentration gradient والأزموزس with concentration gradient. أما الفاسيليتي ديفيوجن بيكون أيضا with concentration gradient، والوحيد اللي أجينس concentration gradient هو الأكتيف ترانسبورت. الإنرجي احتياجنا للطاقة، الديفيوجن مفهوش فيه طاقة ولا الأزموزس ولا الفاسيليتي ديفيوجن بيكون فيه طاقة، والوحيد اللي بحتاج فيه طاقة هو الأكتيف ترانسبورت. احتياجنا للكارير بروتين، الديفيوجن والأزموزس مش محتاج فيهم كارير بروتين، اما الفاسيليتيت ديفيوجن بحتاج فيه كارير بروتين، وايضا الاكتيف ترانسبورت بحتاج فيه كارير بروتين. دي كانت نهايه المحاضره الخاصه بالترانسبورت ثرو ذا سيل ميمبرين. يتبقى لنا موضوع وحيد هنشرحه في اخر المديول اللي هو الدوننز افكت باذن الله، هنرجعه لاخر المديول. تمنياتي لكم بالتوفيق، ذاكروا كويس بإذن الله، وهنلتقي إن شاء الله في المحاضرة الثالثة. اللي احنا بهذه المحاضرة نكون انتهينا من الجزء الخاص بالإنترودكشن اللي هو المقدمة في علم الفسيولوجي والترانسبورت ثرو ذا سيل ميمبرين، وهنبدأ من المحاضرة الثالثة نتكلم عن النيرف العصب، وهنبدأ نتكلم عن الإشارة العصبية والأكشن بوتنشيال والريستنج ميمبرين بوتنشيال وكلام كبير قوي إن شاء الله. انتظرونا في المحاضرات التالية إن شاء الله. هنبدأ في المحاضرة الجاية اللي هتكون عنوانها النيورون اللي هو العصب، وهنتكلم عنه، ونشوفكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.